عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في المحاضرة السادسة. طبعا في المحاضرة السابقة احنا اتكلمنا بالتفصيل عن معادلة المحاسبة، وعرفنا ان هذه المعادلة من أساسيات المحاسبة، وهي دي اللي هنبني عليها النهاردة شغلنا كله. المحاضرة دي مهمة، من المحاضرات المهمة اللي بتفرق معانا في شغلنا في الفترة المقبلة. احنا لما اتكلمنا على معادلة المحاسبة، لو تفتكروا، الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، وقلنا انه لازم طرفي المعادلة يتساوية عقب كل عملية مالية. ده اللي احنا عايزين النهاردة نثبته، عايزين النهاردة نشتغل عليه، عايزين النهاردة نفهمه مع بعض. مثلا هناخد امثلة بقى متعددة ومتنوعة، ونشوف ازاي بنطبق الكلام ده في الحالات اللي معانا قبل ما نبدأ نعمل ما نسميه في المحاسبة بقيود اليومية في الدفاتر. المثال الأولاني بيقول لك: قرر إبراهيم البدء في إنشاء مؤسسة المغاسل المالية وقام بالعمليات التالية. في 1/1/1436 خصص مبلغ وقدره 800,000 ريال من ماله الخاص لهذا النشاط، وقد قام فعلا بفتح حساب جاري بالبنك بالمنشأة وأودع فيه المبلغ كاملا. يبقى احنا هنا في حاجتين: في 1/1/1436 خصص مبلغ قدره 600,000 ريال من ماله الخاص، وفتح حساب جاري في البنك باسم المنشأة وأودع فيه المبلغ كاملا. تعالوا نشوف العملية دي تمشي ازاي، واحنا ممكن نتعامل معاها ازاي. يعني هو حصل ان هذا الرجل حط 800,000 ريال في حساب البنك باسم المنشأة، حط في بنك هذه القيمة في حساب الايه؟ البنك، تمام. هذا المبلغ يمثل ايه؟ يمثل رأس المال. يبقى حصل هنا بالنسبة لهذه الشركة زيادة في حسابها في البنك. كان حسابها صفر هذه المنشأة او هذه الشركة او هذه المغاسل، ما سماها اي ما يسميها، زاد حسابها في البنك 800,000 ريال. مش واضحه قوي كده، هنوضح. 800,000 زاد. طيب وفي المقابل، وفي المقابل هذا المبلغ يمثل راس مال، يبقى اللي هي راس مال احد عناصر حقوق الملكيه، يبقى في ايضا زياده في الالتزامات على المنشاه اللي مالكها اللي احنا سميناها راس المال. يبقى في زياده ب 800,000 ريال اللي هي عباره عن ايه؟ راس المال. البنك ده احد حسابات ايه؟ ها؟ مذاكرين؟ البنك احد حسابات الاصول. يبقى الاصول بكام؟ 800,000 اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي البنك. طيب وراس المال ده ايه؟ ها؟ قولوا لي، هو ملكيه مش كده؟ انا المعادله بتاعتي هل في عندي خصوم؟ لا توجد خصوم. الخصوم هنا ايه؟ صفر. زائد حقوق الملكيه. حقوق الملكيه كام هنا؟ اللي هو راس المال، مش رأس المال ده هو ملكية؟ بكام؟ ب 800,000. يعني كده الأصول في معدة المحاسبة 800,000 تساوي الخصوم اللي هي صفر زائد حقوق الملكية اللي هي هنا تمثلها رأس المال 800,000. الجانب المدين أو الجانب الأيمن من المعادلة يساوي الجانب الأيسر من المعادلة. ودي أول نقطة. يمكن نمثل الورق عندنا
في بعض ال... طيب نعملها تاني على ورق يكون اوضح. شايف الورق مش واضح؟ طيب نوضحها تاني. ادي شركة المغاسل، حطت 800,000 صاحب المال فين؟ في البنك. يبقى زاد حساب البنك عندنا كشركة، كشركة المغاسل، ب 800,000. وفي نفس الوقت تمثل هذه ال 800,000 رأس المال. 800,000 تمثل رأس مال الشركة ب 800,000. حساب البنك ده عبارة عن ايه؟ اصول. اي نوع من الاصول؟ ها، يبقى في عندك زيادة في الاصول ب 800,000. اللي هو حساب البنك. ورأس المال ده ايه؟ ها، قول لي. حقوق ملكية. يبقى هنا في حقوق ملكية برضو زادت 800,000 حقوق ملكية. هل في دين على الشركة لأي حد؟ لا، يبقى الخصوم صفر. يبقى الأصول تساوي الخصوم، خصوم مفيش، يبقى الخصوم صفر. الله، هنجد أن المعادلة متوازنة. إيه المعادلة متوازنة؟ أهي، أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. في أول عملية. عرفت منين؟ ما هو إحنا عرفنا أن حساب البنك هي أحد عناصر الأصول المتداولة. حساب رأس المال هو أحد عناصر حقوق الملكية، وما عليناش أي ديون لأي حد، فبالتالي بتكون القيمة صفر. صح الكلام؟ يبقى معنى ذلك إن إيه؟ إن إحنا وصلنا إلى المعادلة المطلوبة. طيب، دي الحالة رقم واحد إحنا شفناها. أهو، لو بصينا على الحالة دي وفقا لهذه العملية، زادت النقدية في البنك اللي هي الأصول 800,000 زي ما احنا قلنا لحضراتكم، وزاد رأس المال اللي هو حقوق الملكية بنفس القيمة اللي هي 800,000. وبالتالي قيمة المركز المالي، يعني الأصول من زاوية اللي هي معادلة المحاسبة، بس بنعملها ايه؟ في صورة طرفين، الأصول في زاوية والخصوم وحقوق الملكية في الزاوية التانية. الأصول أو الاستخدامات الأموال في زاوية، مصادر الأموال في الزاوية التانية. طبعا بعد كده هنتدرب عليها أكتر. يبقى عندي الحساب أهو، حساب النقدية في البنك 800,000، وعندك حقوق الملكية اللي هو نفسه يمثل رأس المال بكام؟ ب 800,000. والمعادلة متزنة، أن الأصول تساوي الخصوم أو الالتزامات أو مصادر الأموال. طبعا الخصوم زائد حقوق الملكية مع بعضهم نسميها مصادر الأموال أو نسميها الالتزامات. يبقى هنا المعادلة متزنة، الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. ماشي الحال؟ دي بالنسبة للإيه؟ لهذه المعادلة. يبقى مرة تانية، لأن كل ده لازم أبقى عارف النقدية اللي في البنك زادت ورأس المال زاد، يبقى في زيادة في حساب النقدية في البنك اللي هو أحد حسابات الأصول المتداولة، في زيادة في رأس المال اللي هو الحساب الرئيسي من حسابات حقوق الملكية، والاتنين قد بعض، المعادلة متزنة. أدي مصادر الأموال اللي احنا جايبينها، وأدي استخداماتها اللي احنا حطيناها في البنك في صورة نقدية. تمام الحال؟ في أي سؤال أو استفسار؟ طبعا هي إيه؟ مع التدريب هتبدأ تبان لي بصورة أوضح. دي العملية رقم واحد. طيب، زي ما اتفقنا إن في توازن في قائمة المركز المالي اللي هي في معادلة المحاسبة، أن الأصول من زاوية تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية من زاوية تانية. ودائما لو طلع مفيش توازن، يبقى تأكد إن في عندك حاجة مش صحيحة، حاجة مش مظبوطة. طيب، العملية التانية بيقول لي نكتبها كده مع بعض. بيقول لي في 1/2، يعني بعد كده، اشترى ابراهيم اللي هو المدير او القائم بالعمل مبنى. يبقى هنا تم شراء، انا هكتب عشان لما ننقل الهاند اوت كده، ان شراء مبنى
بمبلغ 100,000 ريال. ليكون مقرا لأعمال المنشأة، سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأة في البنك. صح كده؟ طيب احنا كتبتها معاكم عشان لما نتنقل نتابع مع بعض القصة ماشية ازاي. تعالوا بينا. اهو شراء مبنى بمبلغ 100,000 ريال سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأة بالبنك. طيب في الحالة دي عايزين نشوف بقى هل الميزانية أو المعادلة ستتساوى ولا لا؟ تعالوا نشوف. أنا عندي ما زالت الوضع كما هو. كان عندي 800,000 ريال في البنك. أهي. اشتريت مبنى ب100,000 وسددت قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأة بالبنك، يبقى عندي حصلت إيه؟ حصل عندي زيادة في المباني بكام؟ 100,000. يبقى دي المباني زادت عندي ب100,000. صح الكلام؟ لأنك اشتريت مبنى ب100,000. طيب وكان عندي إيه؟ والمباني دي إيه على فكرة؟ المباني دي أصول زي ما أنت عارف. ها أصول إيه؟ فكرني أصول إيه؟ أصول ثابتة. تمام. طيب وكان عندك في البنك 800,000. انت سددت لصاحب العقار ال 100,000 من حساب البنك، اديته شيك بالمبلغ او صرفته له من البنك واديته له. يبقى معنى ذلك ان القيمه اللي موجوده في البنك كانت 800. تمام. سحبنا منها 100,000 اللي هو من حساب المنشاه في البنك، هيصبح حساب البنك اللي موجود كام؟ 700. يبقى اذا هيصبح هنا حساب البنك 700,000 بس. جه منين؟ كان 800,000 شلنا منهم ال 100,000 اللي احنا سددناهم للراجل، بقى 700,000. وحساب البنك ده يبقى احنا لسه لينا في حساب البنك 700، يعتبر ايه برضو؟ اصول. هنا الاصول بتاعتك، الاصول اللي هي حساب البنك نقص بهذه القيمه، ومقابل ذلك المباني زادت بهذه القيمه، يبقى بدل ما هي 800 بقت كام؟ بقت 700. طب هل حساب راس المال تاثر؟ لا، حساب راس المال زي ما هو 800,000. الله، يعني معنى ذلك ان ستظل برضو الجانبين متوازيين ومتوازنين. ازاي؟ ما انت عندك مباني ب100,000 وعندك فلوس في البنك ب700,000، يبقى المجموع كام؟ 800,000 اللي هي ايه؟ اصول. خصوم صفر برضو. حقوق ملكية عندك اللي هي رأس المال بكام؟ ب800,000. الله، ده الميزانية متوازنة والمعادلة متوازنة. يعني معنى ذلك ان عندي هنا 800,000 وهنا 800,000. الميزانية هي مشتقة من معادلة المحاسبة، جانب بحط فيه الاصول وجانب بحط فيه الخصوم وحقوق الملكية. فهنا هتصبح بدل ما كانوا 800 في شكل اموال سائلة في البنك انقسموا الى قسمين. القسم الاول يمثل المباني وهي ب100,000 ريال، والقسم الثاني يمثل باقي حسابي في البنك ومقداره 700,000. الاثنين دول اصول، المباني اصول والنقديه في البنك اصول. يبقى اصبح المجموع الكلي 100 زائد 700 يبقى 800,000، يساوي قيمه راس المال اللي تم انشاء به هذه المغاسل من بدايه الفتره ومقدارها ايضا 800,000. يبقى الحالة الثانية ناخد بالنا، لأن إيه؟ بنبتدي نخش شوية بشوية في عمق الفكرة. ها؟ نرجع تاني. إحنا عندنا هنا اشترينا مبنى بمبلغ 100,000 ريال. سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأة بالبنك. ماشي الحال؟ تمام. يبقى معنى ذلك إن حساب البنك بتاعنا نقص ال 100,000 دول. بدل ما هو 800 بقى كام؟ 700. وحساب المباني ظهر لي
اللي احنا اشتريناه زاد ب100,000، يبقى المباني 100، حساب اللي في البنك المتبقي 700، يبقى مجموع 100 زائد 700 800,000. المباني اصول وحساب البنك ايضا اصول، يبقى المجموع بالكامل 800,000 تمثل الاصول. هل علي خصوم؟ لا، يبقى خصوم صفر. خصوم هي التزامات على المنشأة للغير، زائد حقوق الملكية ما قربنا لهاش كما هي قائمة 800,000. يبقى هنا المعادلة مالها؟ المعادلة ما زالت متوازنة. جانب الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، أي قائمة المركز المالي أو الميزانية أو معادلة المحاسبة أو معادلة الميزانية، كلها مسميات لشيء واحد، متزنة. الجانبين قد بعض بالظبط، رغم حدوث عملية شراء لمباني وسداد جزء من المبلغ وهو إلى آخره. فدائما التساوي ده رئيسي عندنا في المحاسبة. لو نرجع بقى للشغل بتاعنا اهي، كبرها شوية نشوف القصة ماشية ازاي. العملية التانية اهي، نقرأ مع بعض العملية التانية بالراحة علشان تستوعب القصة. بيقول لي في 1/2 اشترى ابراهيم مبنى بمبلغ 100,000 ريال ليكون مقرا لاعمال المنشأة، وقد سدد قيمته لصاحب العقار من حساب المنشأة بالبنك. أثر العملية على معادلة المحاسبة. وفقا لهذه العملية المباني زادت 100,000، يبقى 100,000 مباني، ونقص حساب المؤسسة بالبنك 100,000. كان حساب المؤسسة 800، هنشيل منه 100 يبقى كام؟ 700,000. صح الكلام؟ وبالتالي لو انت عملنا قائمة المركز المالي، لو عملنا الجانبين بتوع المعادلة المحاسبية، هنجد ان في 700,000 نقدية في البنك، هنضيف عليهم 100,000 مباني، يبقى التوتال 800,000. ده في جانب الاصول. في جانب الخصوم او حقوق الملكية هتجد رأس المال كما هو 800,000. يعني معنى ذلك ايه؟ توازن قائمة المركز المالي، وستظل دائما القائمة متوازنة. يعني ايه؟ يعني متساوية. هنا 800,000، هنا 800,000. هذه المعادلة لن تختل ابدا في ظل اي عملية انت هتعملها طوال قيامك بشراء او بيع او انشاء او الى اخره، لان دي الاساس اللي بيرتكز عليها المعادلة المحاسبة كلها، هي معادلة المحاسبة، واحيانا بتسمى معادلة الميزانية. يبقى دي العملية التانية اللي قام بيها ابراهيم اللي هو القائم بالعمليات دي كلها. اشترى مبنى، زود الاصول اللي هي المباني، نقص حساب المؤسسة في البنك، لكن في التوتال ظل الوضع على ما هو عليه، انه ايه؟ ان رأس المال او حقوق الملكية زائد الخصوم تساوي الاصول، او الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. تمام الحال؟ دي الحالة رقم كام؟ الحالة رقم 2. طيب تعالوا بينا نشوف الحالة رقم 3. وياريت قبل ما ابتدي احلها كل واحد فينا كده يقول هتأثر ازاي دلوقتي الوضع الحالي. انا عندي 100,000 ريال مباني، عندي 700,000 في حسابي في البنك، حساب الشركة او المؤسسة، وعندي في الناحية التانية رأس المال ب 800,000. نفكر كده مع بعض قبل ما حل، نقراها ونحاول نشغل دماغنا ونشوف العملية التالتة دي هتؤثر ازاي على المعادلة بتاعتي. هل المعادلة بتاعتي ممكن تختل ولا لا؟ على ما انا اكتب الحالة التالتة ديت عندي على الورق، ياريت كل واحد فينا يفكر في العملية التالتة دي بنفسه ويشوف العملية تمشي ازاي. فالعملية التالتة بيقول لي في 1/4 اشترت المؤسسة عدد وآلات للقيام بعمليات الغسيل من محلات البركة. اشترينا عدد وادوات لازمه لمغاسل وخلافه ب 250,000 ريال.
تم تسديد المبلغ بشيك. شيك يعني ايه؟ ها؟ ها؟ بشيك يعني منين؟ حسابي منين؟ من البنك. اه طبعا. يعني مش ضروري اقول لك تم تسديد المبلغ من حسابه في البنك. اه، ما الشيكات دي لا تصرف الا من البنك زي ما انت عارف طبعا، يعني انت بتصرف شيكك تصرفه من البنك. طيب، مين يقدر يقول لي العمليه دي ها هتؤثر ازاي على الميزانيه او طرفي المعادله؟ اديك فرصه. طيب، نتنقل للهاند اوت ونشوف القصه ماشيه ازاي. اهي، 1/4 اشترت المؤسسة عدد وآلات للقيام بعمليات الغسيل من محلات البركة بكام؟ ب 250,000 ريال. تم تسديد المبلغ بشيك. ادي الوضع السابق اهو. تعالوا بقى الوضع الحالي. الوضع الحالي ايه بقى الوضع الحالي اللي احنا هنشوفه مع بعض؟ تعالوا نشوف وضعنا الحالي لما اشترينا القصة دي. أنا عندي اشتريت عدد وآلات. عدد وآلات، العدد والآلات دي إيه؟ ها؟ آلات، أصول ثابتة، مظبوط. بكام؟ ب 250,000، يبقى حصل زيادة ب 250,000. واضحة؟ صفر كمان. حصل زيادة ب 250,000 في حساب الآلات والعدد. الآلات والعدد دي ايه؟ اصول. اصول ايه؟ اصول ثابتة. برافو عليكم. تمام. طيب، والمباني زي ما هي. المباني اللي انا شاريها ما راحتش في حتة، وفي 100,000 مباني. انا اشتريت الآلات والعدد دي بايه؟ بشيك. يعني حساب البنك عندي ناقص كام؟ ناقص 250,000 ريال، مش كده؟ يبقى حساب البنك عندي كان 700 اهو. اشتريت عدد وادوات ب 250,000، يبقى 700 ناقص 250,000 ريال، يبقى حصل نقص في حسابي في البنك بكام؟ ب 250,000 ريال. يبقى 700 ناقص 250 يطلع كام؟ يطلع 450، مش كده؟ ان 450 و250 700. ها؟ تمام الحال؟ هل عملنا حاجة بالجزء الثاني من الحساب اللي هو رأس المال وحقوق الملكية؟ لا، زي ما هو 800,000 رأس المال اللي هو يمثل 800,000 أحد عناصر حقوق الإيه؟ يعني التغيير عمال يحصل في جانب الاصول. انا اشتريت الات وعدد، دي اصول ثابته. اشتريت مباني، المباني اصول ثابته. حساب البنك عمال يقل. ما هو فعلا لما انت بتاخد الفلوس دي بتشتري بيها الات وعدد وادوات وبتبتدي تشتغل. وبالتالي هل بقى المعادله ما زالت متزنه؟ هل الميزانيه ما زالت طرفين متساويين؟ تعالوا نجمع هنا 250 و100، 350، 350 و450، 800,000 تساوي هنا حقوق الملكيه، وبرده ما عليناش اي ديون للغير، يعني الخصوم ما زالت ايه؟ صفر. شايفين العمليه ماشيه ازاي؟ يبقى في 1/4 نقولها كده مع بعض. اشترت المؤسسه عدد والات للقيام بعمليات الغسيل من محلات البركه بكام؟ ب 250,000 ريال. وتم تسديد المبلغ بشيك. طب ايه الوضع الحالي؟ الوضع الحالي ان انا كان عندي 100,000 مباني زي ما هي، مفيش مشكله اهي. ثم زدنا اشترينا اهي زياده الات وعدد بكام؟ ب 250,000 ريال. اشتريناها بايه؟ بشيك. طالما اشتريت بشيك يبقى حساب البنك بتاعك اللي هو كان فيه 700,000 ريال هينقص. هينقص بكام؟ بقيمة هذا الشيك اللي هو كام؟ 250,000.
يبقى 700 ناقص 250 ألف، ستصبح القيمة الموجودة في كام؟ 450 ألف ريال. يبقى المجموع عندي أدي 250 ألف آلات وعدد، 100 ألف مباني، 450 ألف حساب البنك، يبقى أجمع الثلاثة دول مع بعض هيديني كام؟ هيديني 800 ألف. وفي الناحية الثانية ستظل العلاقة قائمة، الخصوم صفر، لا يوجد علينا ديون أو التزامات لغير الشركاء، تمام؟ ورأس المال كام؟ اللي هو حقوق الملكية أو أحد مكونات الرئيسية لحقوق الملكية 800 ألف ريال. ستظل المعادلة متزنة وكده تمام التمام. يبقى هنا يستمر توازن المعادلة. دي الحالة، وده اللي احنا دايما هنعمله. خدوا بالكم، يبقى اذا انا النهارده اشتريت الات وعدد، الالات والعدد لما اشتريتها اثرت لي على حساب البنك، زادت الالات والعدد ناقص حساب البنك بهذه القيمه، يبقى لما اجي اجمع دي زائد دي زائد دي يطلع لي 800، اجمع دي مفيش غيرها 800، يبقى ستكون او ستظل هذا الحساب حساب قائما بذاته 800000 في الجانب الايمن او في اللي بنسميها الاستخدامات، استخدمنا الاموال في ايه، و800 الف في الجانب الايسر اللي هو جانب المصادر. ستظل المعادلة قائمة. طيب لو رجعنا لشغلنا تاني اهو، وبصينا عليها، ياريت لو كل واحد فينا كان حاول فيها بحيث ان هو يبقى ماشي معانا على الخط. العملية الثالثة في 1-4، يعني يا ريت بعد هذه المحاضرة تماما تحاولوا تحلوا الحالات اللي احنا هنحلها كلها كده، علشان تعرف نفسك الميزانية والتوازن بتاعها، وايه هي دي، اصول ولا خصوم ولا حقوق ملكية ولا 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 الى اخره. فالعملية الثالثة اللي احنا حليناها مع بعض دلوقتي بيقول لك ايه، في 1-4 اشترت المؤسسة العدد والآلات اللازمة للقيام بعمليات الغسيل من محلات البركة بمبلغ 250 ألف ريال، وتم تسديد المبلغ بشيك، يعني سددنا هذا المبلغ بشيك، ماشي الحال. طيب أثر العملية على معادلة المحاسبة، المعادلة بتاعتنا، وفقا لهذه العملية زي ما قلنا زادت العدد والآلات ب 250 ألف ريال، والعدد والآلات أصل إيه؟ أصل ثابت، ونقص حساب المؤسسة بالبنك بنفس القيمة اللي هو كام؟ اللي هي 250 ألف ريال. وبالتالي يمكن بقى ان احنا نعد قائمة المركز المالي للمنشأة زي ما عملناها كده كما يلي. النقدية اللي في البنك كانت 700، شلنا منها 250 ألف، اهي بقت كام؟ بقت 450 ألف. المباني زي ما هي كام؟ 100 ألف. العدد والآلات 250 ألف الجديدة، المجموع 800 ألف. طب حساب حقوق الملكية اللي هو يمثله رأس المال بكام؟ ب 800 ألف. يبقى احنا كده في العملية الثالثة دي لقينا ان برضو الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. الخصوم حقوق الملكية هي التزامات، التزامات على المنشأة للغير والتزامات على المنشأة لملكها. فأصبحت المعادلة فيها نفس التوازن في هذه الحالة. تمام الحال؟ يبقى معنى كده دي العملية رقم 3، وهي دي كل العمليات اللي بتظل المنشأة تعملها، عملية واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، دي المنطق المحاسبي اللي بيحكمها، انه دائما في توازن في عمليات الشراء او البيع. طيب فمن المؤكد زي ما احنا شايفين ان هناك توازن في قائمة المركز المالي، ان هذه القائمة فيها توازن. العملية الرابعة، العملية الرابعة بيقول لك ايه، في 1-5، يعني طبعا في مجموعة من العمليات بنحاول ننوع في العمليات بحيث ان احنا ناخد اكبر عدد ممكن من العمليات اللي بتعكس الافكار المختلفة. في 1-5 قام ابراهيم بسحب مبلغ 120 ألف ريال من حساب المنشأة بالبنك ووضعه بصندوق المؤسسة، يعني محتاجين سيولة في الشركة أو في المؤسسة، ف
فسحبنا من حسابنا في البنك 120,000 ريال وفتحنا خزنه الشركه وحطينا المبلغ ده فيه. تخيل هذه العمليه قبل ما نشتغلها في دماغك. تخيل هذه العمليه في دماغك قبل ما نحلها. ايه اللي حصل؟ انا سحبت من حسابي اللي في البنك 120,000، يبقى حصل ايه في حسابي اللي في البنك؟ نقص 120,000، صح كده؟ وفتحت الخزنه بتاعتك واخدت المبلغ ده حطيته في الخزنه، يبقى حساب الصندوق، حساب الخزنه بتاعك اللي موجود في الشركه بتاعك، ايه اللي حصل فيه؟ ما كانش فيه حاجه خالص، جبنا 120,000 ريال حطيناهم فيه، يبقى حصل زياده في حساب الصندوق او الخزينه بكام؟ بنفس القيمه اللي هي 120,000. الله، يعني اذا حساب البنك هيقل 120,000 وحساب الصندوق هيزيد ب 120,000. تقدروا تعملوا العمليه دي؟ كل واحد كده يحاول معايا. هل اتأثر حقوق الملكيه وراس المال؟ لا. امال ايه اللي اتأثر؟ اللي اتأثر حسابين، حساب اللي في البنك نقص ب 120,000 وحساب الصندوق زاد ب 120,000 وباقي الحسابات ظلت قائمه كما هي. يبقى دي العمليه رقم 4. يبقى العمليه الاربعه، العمليه رقم 4 اللي انا عملتها اثرت لي على حساب البنك وعلى حساب الصندوق، واحد منهم نقص واحد منهم زاد. طب تعالوا بينا نكتب العمليه دي ونشوف القصة هتمشي ازاي. برضو معانا كده بيقول لي، طبعا عشان الورقة عندي خلصت بس احنا هنبينها لكم برضو. العملية الرابعة بيقول لك في 1/5 قامت او قام ابراهيم، تم باختصار سحب مبلغ 120,000 ريال من حساب المنشأة أو المؤسسة بالبنك، تم وضعه بالصندوق. ماشي الحال؟ طيب تعالوا بينا نروح للكلام ده ونشوف هيؤثر ازاي على الشغل بتاعنا. واضحة؟ تم سحب مبلغ 120,000 من حساب المنشأة بالبنك ووضع بصندوق المؤسسة. احنا اخر صورة كانت عندنا ايه؟ اخر صورة كانت عندنا ايه؟ عشان كده بنتابع، كان عندنا الصورة اهي، يعني نحطها لكم عشان نبقى متابعين، عشان نجيب الحالة كلها، نجيب الجزء الأخير بس. دي اخر صورة. ان انا كان الوضع الحالي كان عندي 100,000 مباني، 450,000 في البنك، 250,000 الات، 800,000 راس مال. ده ايه؟ اخر وضع. طب ودلوقتي عملنا ايه؟ نطلع بس شوية كده علشان الصورة تبقى واضحة للجميع. بس المهم ايه؟ الوضع الحالي يبقى موجود عشان نبدا نشتغل. سحبنا مبلغ 120,000 ريال من حساب المنشأة بالبنك وودعت بالصندوق. طيب تعالوا نشوف القصه دي ترتب عليها ايه. ان حساب الصندوق زاد، مش كده؟ خزنه 120,000 حساب الصندوق او حساب النقديه في الصندوق، كده او كده صح، النقديه بالصندوق او الصندوق، ماشي، زاد مش كده؟ تمام. وفي نفس الوقت حساب البنك بتاعي حصل فيه ايه؟ نقص، لانك سحبت منه، يبقى حساب البنك نقص. نقص بكام؟ بال 120,000. هو كان فيه كام؟ اهو 450,000. يبقى نقص من 450,000، نقص منه كام؟ 120,000. لو نقصنا ال 120,000 من 450,000 هيصبح الرصيد الجديد كام؟ 0 5 3 3 مش كده؟ 330,000.
اكدوا معايا الارقام يعني، ان انا يعني بحسبها بدماغي كده، يبقى 330 الف حساب البنك. طيب والحاجات التانية زي ما هي، في عندي 100 الف مباني، وعندي 250 الف آلات وعدات، صح كده؟ اهو نقلتهم زي ما هم، ال 100 الف المباني اهم، وال 250 الف آلات وعدات اهي، و 450 الف ديت سحبنا منها 120 الف، يبقى نقصد من 120 الف بقى الباقي 330 الف، وحطيناها في حساب الصندوق. حساب الصندوق ده ايه؟ اصل، مش كده؟ اصل نقديه في الصندوق اصل، والبنك اصل، والمباني اصل، والالات والعدد اصل. يبقى نشيل بقى الورقه دي، خلاص انتهينا منها، بقت القيمه دي المتبقيه. طيب والناحيه الثانيه زي ما هو، ما قربنالوش، 800000 راس المال اللي هي تمثل 800000 حقوق الملكيه او حقوق الملكيه. طب بعد ما عملنا العمليه دي، شوف لي المعادلة بتاعت الميزانية، شوف لي الميزانية أخبارها إيه؟ هل حصل فيها اختلاف ولا لأ؟ لو جمعنا هذه القيم، أدي 120,000 زائد 330,000 زائد 100,000 زائد 250,000، هنلاقي إن مجموعها 800,000. الله الله، ما زالت. هل عليا التزامات للغير؟ لأ، يبقى الخصوم صفر. هل عليا التزامات لحقوق الملاك؟ أه، عليا 800,000. الله. يعني لو جمعت هنا 120 و330 يبقى كام؟ 450، 450 و250 700، 700 و100 800، 800 تساوي 800,000، وتظل الدائرة قائمة، وتظل المعادلة متزنة. ها؟ واضحة ولا نقول تاني؟ نقولها تاني كده بالراحة عشان نركز، لأن هو ده يعني الشغل اللي احنا إن شاء الله هنتعامل معاه. تم سحب 120 ألف من حساب المنشأة بالبنك ووضع بصندوق المؤسسة. ترتب على ذلك إيه؟ أخذت فلوس من البنك حطيتها في الخزنة. ترتب على ذلك إن حساب الصندوق أو حساب الخزينة عندك في الشركة أو في المؤسسة زاد ب 120 ألف ريال. مش بس كده، أنت أخذت الفلوس دي منين؟ من حسابك اللي في البنك. يبقى حساب المؤسسة في البنك نقص بال 120 ألف. كان في 450 ألف، شلنا منهم 120,000، أصبح المتبقي 330,000 ريال. حساب المباني 100,000 ريال. حساب الآلات والعدد 250,000 ريال. يبقى التوتال كام؟ 800,000. تساوي الخصوم صفر زائد حقوق الملكية. تظل المعادلة متزنة وتظل الميزانية قائمة كما هي. لو جمعنا دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي هنلاقي مجموع 800، هنروح الناحية التانية برضو هنلاقي المجموع 800,000. نرجع للشغل بتاعنا اهي. دي الحالة بشكلها بقى النهائي اللي قام ابراهيم بسحب مبلغ 120,000 ريال من حساب المنشأة بالبنك ووضعه بصندوق المؤسسة. هناك نقص في النقدية في البنك مقدارها 120,000، وزيادة في النقدية بالصندوق بنفس القيمة اللي هي 120,000 ريال. وبالتالي لما نعد بقى قائمة المركز المالي للمنشأة، المقصود بيها بالقائمة ديت هي معادلة الميزانية أو معادلة المحاسبة. هتصبح النقدية في البنك كان 450 عفوا، هنشيل منهم 120,000 ريال اللي احنا سحبناهم، يبقى الباقي القيمه 330,000 ريال. النقديه في الصندوق لاول مره بتظهر لي ب 120,000 ريال. المباني اللي كنت اشتريتها من فتره قصيره ب 100,000، وكذلك العدد والالات اللي انا اشتريتها ب 250,000. يبقى المجموع عندك كام؟ 800,000 ريال. يبقى هنا انا جمعت هذه القيمه كلها 800,000 ريال. طيب ورأس المال الناحية التانية برضو 800,000 ريال. يبقى معنى ذلك دي القيمة اللي أنا وصلت لها واللي أنا حسبتها
من خلال اعدادي لهذه القطعه. دي العمليه رقم كام؟ العمليه رقم 4. طيب نشوف العمليه اللي بعد كده. طبعا دي العمليه رقم كام؟ رقم 4. طيب العمليه اللي بعد كده خليها بس الشاشه كامله. دي العمليه 4 خلاص خلصناها. العمليه الخامسه برضو نقرا العمليه كده واحده واحده ونحاول نعملها او نتخيلها قبل ما نعملها على الورق. قام ابراهيم بتاسيس المحل، يعني دلوقتي اشترى المحل واشترى المبنى، اشترى الالات والعدد، هيأسسه عشان يبدأ يشتغل. يجيب بنك، يجيب يعني طاولة كده كبيرة، يعني لأن دي مغسلة. في 6/1 قام إبراهيم بتأسيس المحل لإعداده للقيام بعمليات الغسيل واستقبال الزبائن. وقد قامت شركة شمسان بعملية التأسيس لقاء مبلغ 60,000 ريال، حيث استلمت نقدا مبلغ 20,000 ريال، والباقي وقدره 40,000 ريال على الحساب. يبقى دي العملية رقم كام؟ العملية رقم 5. هنكتب هذه المعالجة ونشوف هنعالجها ازاي. طيب هو بيقول لي تبقى مع بعض كده وكل واحد فينا يحاول يفكر فيها. قام إبراهيم بتأسيس المحل دي واحدة، واحد ستة قام إبراهيم بتأسيس المحل. نكتب بس العبارة دي اللي احنا هنشتغل عليها، قام إبراهيم بتأسيس المحل. طيب لما قام بتأسيس المحل اشترى ايه؟ بمبلغ 60,000 ريال. أسس المحل بمبلغ 60,000 ريال، تمام. لما أنا اشتريت الكلام ده تأسيس المحل ب 60,000 ريال من شركة شمسان، يعني الشركة اللي أنا اشتريت منها هذه الأساسات هي شركة شمسان، حيث استلمت مين اللي استلمت؟ شركة شمسان نقدا، أخذت مني نقدا 20,000 ريال. خد بالك بقى هنا احنا بنتنقل لمرحلة تانية خالص، بالك. والباقي قدره 40,000 ريال على الحساب. ركز معايا لان هنبتدي بقى نتحرك في منطقة تانية خالص. طيب قام ابراهيم بتأسيس المحل اشترى اساسات ب 60,000 ريال من شركة مين؟ شمسان، حيث استلمت نقدا. مين اللي استلمت؟ شركة شمسان، مبلغ 20,000 ريال نقدا. كلمة نقدا يعني من الخزينة او من الصندوق 20,000 ريال، والباقي قدره 40,000 ريال على الحساب. على الحساب يعني ايه؟ حد فاكر في المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا وقلنا من الممكن ان انا يبقى عليا دين؟ ما ده ليا حق ولا عليا دين طالما انت اشتريت بالاجل؟ عليا دين، ما انت اشتريته ما دفعتش، عليك دين. دين يبقى خصوم. طب على الحساب او بالاجل نسميها ايه؟ نسميها دائنون او موردون. دائنون، دائنون يعني عليك ايه؟ عليا دين لهذا الرجل. طب والدائنون او الموردون تعتبر ايه؟ خصوم قصيره الاجل او خصوم متداوله. مره ثانيه ابتدينا بقى نشتغل. قام إبراهيم بتأسيس المحل ب 60,000 ريال من شركة شمسان، حيث استلمت نقدا 20,000. يبقى أنا النقدية اللي عندي أنا في شركة المغسلة نقصت 20,000. النقدية أنهي نقدية؟ في صندوق ولا في البنك؟ في صندوق. طب لو من البنك يقول لك بشيك أو يقول لك من البنك. يبقى النقدية اللي في الصندوق عندي نقصت 20,000. طيب والباقي قدره 40,000 ريال على الحساب. كلمة على الحساب أو بالأجل معناها يا اما مدينون يا اما دائنون. لو انا اللي بعت يعني ليا حق يبقى مدينون، لو انا اللي اشتريت يبقى عليا دين يبقى دائنون. هنا انا اشتريت ولا بعت؟ ده انا هنا اشتريت، يبقى ايه؟ دائنون.
لو قال لي على الحساب او بالاجل. وفي نفس الوقت ايه اللي حصل؟ جبنا اثاث ب60,000 ريال. الاثاث ده ايه؟ ها، اصول. يبقى في هنا عمليه مركبه، مش مجرد طرفين، ده في عده اطراف. ان الاثاث زاد عندي ب60,000، وان النقديه اللي في الصندوق نقصت عندي ب20,000، ودين ظهر عليا اللي هو بنسميه دائنون قدره كام؟ 40,000 ريال. تعالوا على المعادله اللي فاتت اهي اهي، شوف احنا واقفين عليها. كان عندك في الصندوق 120,000، ها، سددت او دفعت منهم 20، يبقى هتصبح النقديه في الصندوق هنا كام؟ النقديه في الصندوق برضو نشوف المعادله، النقديه واضحه بالصندوق هتبقى عبارة عن 120,000، هنشيل منها كام اللي احنا سددناهم؟ 20,000، تصبح 100,000. صح الكلام؟ 100,000 نقدية في الصندوق. طيب، واشتريت البنك زي ما هو 330,000، والأساس اشتريت أساس بكام؟ ب60,000. يبقى 60,000 أساس. والمباني عندك زي ما هي 100,000، المباني زي ما هي أهي، لأن ده تكملة، ده يوم ورا يوم، الشركة قائمة عندها الحاجات دي لسه موجودة ممتلكاتها، وعندها آلات وعدد بكام؟ آلات وعدد ب 250,000. مش كده؟ يبقى مرة تانية، مرة تانية، كل اللي حصل على المعادلة اللي فاتت دي زي ما هي كده بالظبط، إن الصندوق نقص 20,000. اشمعنى الصندوق؟ لأنه قال لي نقدا، يبقى نقص الصندوق 20,000، بدل ما هو 120 يبقى 100,000. البنك هينزل زي ما هو، المباني زي ما هي، الآلات والعدد زي ما هي. طيب، واشتريت إيه تاني؟ اشتريت أساس. اشتريت أساس بكام؟ ب60,000، يبقى أساس ب60,000 ريال. طب على الناحية التانية، ده هنا بقى حصل اختلاف. ايه اللي حصل؟ ما انا اصبح عليا دين، مش كده؟ بكام؟ اصبح عليا دين. عرفت منين؟ اللي هو لانه قال لي على الحساب، او يقول لي بالاجل. طب وليه دين؟ لانك اشتريت. طيب طالما على الحساب او بالاجل، يبقى ايه؟ يبقى دائنون او موردون. بكام؟ 40,000. مش كده؟ زاد الدين اللي عليا، بقى في عليا ديون ب40,000 اهي. وايضا في عندك ايه؟ في عندك راس المال او حقوق الملكيه زي ما هي 80,000، 800,000. الله الله الله، تعالى بس اظبط بقى، اظبط المعادله هنا حصل فيها لخبطه. اقول لك ليه؟ تعالى نشوف. ما دي دائنون خصوم، ورأس المال ده ايه؟ حقوق ملكية. اجمع بقى الطرفين، المسائل بقى ايه؟ زادت فجأة إلى حسبة. يعني هنا عندي 100,000 زائد 330,000 زائد 60,000 زائد 100,000 زائد 250,000، تطلع لي 840,000. طب وهنا دي الاصول، 40,000 خصوم و 800,000 حقوق ملكية، يعني مجموعهم كام؟ 840,000، وهنا مجموعهم كام؟ الله، يعني ما زالت متزنة، ان الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. هتقول لي الله، هي ممكن الرقم يختلف؟ ممكن المجموع هنا يختلف، كان 800 بقى 840، ممكن يبقى 600 وهكذا، مش مشكلة، بس لازم الطرفين يتساويا، الطرفين اللي هو طرف الأصول وطرف الخصوم وحقوق الملكية، هنا 800 هنا 800،
هنا 840,000 اهو زي ما شفنا، هنا برضو كام؟ 840,000. 800 زائد 40,000 يبقى 840,000. يبقى هنا الطرفين تساويا، الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه، وبذلك تحققت برضو معادله المحاسبه. يعني معادله المحاسبه مش معادله صماء، مش انا ابتديت المشروع بتاعي ب 800 سيظل قائما ب 800 على طول الى ابد الابدين، لا، ده ممكن يحصل تعديلات بايه؟ بالديون اللي بتنشا عليك او بسدادها او بالخساره او بالمكسب او الى اخره. لكن خلاصه الكلام انه لابد ان يكون هناك توازن. توازن يعني ايه؟ يعني تكافؤ. تكافؤ يعني تساوي بين الطرفين، طرف الاصول وطرف الخصوم وهو الملكيه. 800 800 840 840 600 600 وهكذا. يبقى مرة تانية هذه الفكرة نقولها قبل ما نشوفها كده معمولة بشكل منظم أكثر. قام إبراهيم بتأسيس المحل ب 60,000 ريال من شركة شمسان، دفع 20,000 نقدا والباقي على الحساب. على الحساب يعني دين عليه سيؤجل سداده لحين. طيب يبقى معنى ذلك إنه النقدية اللي في الصندوق، طالما نقدا يبقى النقدية في الصندوق عندي نقصت 20,000، بدل ما هي كانت 120,000 أهي هتنقص هتبقى 100,000. البنك هيبقى زي ما هو، وانا اشتريت اساس ب 60,000، هيظهر لك حساب الاساس ب 60,000، المباني زي ما هي عندك ب 100,000، العدد والادوات 250,000. ترتب على انك انت اشتريت من شركه شمسان الاساس ب 60,000 دفعت 20، ان اصبح عليك دين 40,000. الدين بنسميها دائنون، طالما على الغير وبدون سند. طب لو كان بسند كنا هنسميها ايه؟ ها؟ حد عارف؟ لو كان بسند نسميها اوراق دفع، من خلالها انا بدفع كمؤسسه، لان كل المعاملات دي من وجهه نظر مين؟ المغسله، من وجهه نظر المؤسسه اللي بتقوم بعمليه الشراء. يبقى هنا علي دين بكام؟ بقيمه 40,000 ريال، ويظل راس المال كما هو 800,000. اذا معادله المحاسبه ستتساوى 840,000 الاصول، 40,000 خصوم، ودي خصوم قصيره الاجل بالمناسبه، و 800,000 هو ملكيه، يبقى مجموع الطرفين متساوي. طيب نشوفها كده مع بعض اهي. ادي العمليه الخامسه. اثر العمليه، ادت هذه العمليه الى زياده في احد الاصول اللي هو الاساس، زاد ب 60,000، كما نقص احد الاصول. ايه الاصول اللي ناقص؟ الصندوق. بقد ايه؟ بمقدار النقديه التي خرجت منه، اللي هو كام؟ اللي هم 20,000 ريال. وكذلك لانه طبعا هنا 60، انت اشتريت ب 60 دفعت 20. طب فين الباقي؟ زادت الديون اللي على المنشاه بكام؟ ب 40,000 ريال. طيب نعمل بقى القيد بتاعنا، او نعمل الشكل بتاعنا النهائي اهو اللي احنا عملناه. هيبقى عندك 330,000 نقديه في البنك، الصندوق كان 120 هيبقى 100، المباني زي ما هي 100، العدد والآلات 250، الأساس والتجهيزات اللي هي الجديدة بقى 60، المجموع بقى 840,000. الله، هيحصل عندك هنا في خصوم ب 40,000، في رأس مال ب 800,000، اجمع 40,000 زائد 800,000 يطلع لك المجموع كام؟ 840,000. طبعا الفكرة نفسها جديدة علينا، فعلى ما نعتادها هتاخد معانا وقت شوية، يعني أنت ما تقلقش. المحاسبة علشان تمشي فيها لازم تحل بايديك. المحاسبة علشان تمشي فيها بسهولة لازم تمسك القلم وتحل بايديك. يعني ما ينفعش ان انا اراجع المحاضرة دي او اقراها وافتكر ان انا حليت كويس. لا، حاول كده في الحالات. احنا لسه طبعا عندنا مجموعة حالات اخرى، لكن بنقول انه لابد انك انت علشان تجيد هذه العملية او تبقى فيها متميز انك انت تحاول تحل هذه الحالات بايديك، هتلاقي العملية ماشية معاك بصورة ايسر بكتير. طيب تعالوا بينا. طبعا وما زال جانبي القائمة متساويان، جانبي القائمة متساويان. طيب تعالوا نشوف العملية السادسة. يقول لي في 15/6 حصلت المنشأة من فندق الأفراح على مبلغ 20,000 ريال. في 15/6 حصلت المنشأة أهو اخدت بقى ايه؟ تشتغل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. برضو ناخد الحكايه دي بره، واحنا دلوقتي وصلنا الى انه العناصر كلها متكافئه.
الطرفين لابد ان يكون متساويين، مش مشاكل. طيب ايه اللي بعد كده؟ يبقى العجز في الورق، لكن ان شاء الله هنتصرف. اه لا الورق موجود كتير الحمد لله. نشوف العملية السادسة دي الأول، نكتبها بره. 15/6 حصلت المنشأة على مبلغ 20,000 ريال نقدا. أنا المؤسسة بتاعتي أخذت فلوس نقدا لقاء قيام المنشأة أو المؤسسة بتاعتي اللي هي مغسلة بأعمال غسيل خاصة بالفندق. الله، ده انا عملت لهم خدمة، الغسل ده خدمة، حققت خدمة، دي تعتبر ايه؟ ايراد. طيب انا اخدت منهم 20,000 ريال، اخدت منهم 20,000 ريال نقدا مش بشيك، يبقى حساب الصندوق، حساب الخزنة عندي هيزيد بكام؟ بال 20,000 ريال. وفي نفس الوقت حساب الايرادات هيزيد عندي بكام؟ ب 20,000 ريال، اللي احنا بنعتبرها ان هي بتؤثر ايجابا على حقوق الملكيه. تعالوا نشوف الكلام دوت ونطبقه على الحاله اللي معانا. تعال نتنقل الى الحاله اللي معانا اهي. اهو 15/6 حصلنا، تم الحصول على مبلغ 20,000 ريال نقدا لقاء قيام المنشأة بأعمال غسيل خاصة بالفندق. طيب ده كان آخر حاجة احنا وصلناها. طبعا هو زي ما قلنا العملية مستمرة تكاملية، مش بنقف أهو. كان عندي نوصل كده أهي، ده اللي يهمنا. كان عندي 100,000 في الصندوق، وفي البنك 330، وأساس 60، ومباني 100 و250. طيب ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير في كل ده؟ ان الصندوق زاد ب 20,000. عرفت منين؟ لما يقول لي نقدا يبقى الزياده في الصندوق او في الخزينه. يبقى اذا الصندوق هيبقى كام؟ 120,000 حساب نقديه بالايه؟ بالصندوق. كان فيها 100 واخدنا 20,000 ريال نقدا. تمام الحال؟ يبقى زاد بكام؟ ب 120,000 بقى 120,000. طيب حساب البنك سيظل قائم كما هو 330,000 بنك، والاساس 60,000 اساس، والمباني هتظل 100,000 زي ما هي مباني، والالات والعدد ستظل زي ما هي 250,000 الات وعدد. انا طلعت شويه بس عشان اعرف اكتب اهي، نفس زي ما هي. يبقى كل التغيير اللي حصل حصل في بند واحد بس اللي هو مين؟ النقديه في الصندوق، اللي هو بقى كام؟ بقى 120,000. تمام. طيب الناحيه الثانيه عندي الدائنون او الدين اللي عليا لسه زي ما هو قائم، يبقى 40,000 دائنون، صح كده؟ وعندي في حقوق الملكيه، ما احنا قلنا الايرادات بتزود حقوق الملكيه، عندي ايرادات ناتجة من تأدية هذه الخدمة مقدارها كام؟ 20,000. وعندك رأس المال زي ما هو 800,000. ظهرت لي انا عندي حاجة جديدة خالص، هي بنسميها الايه؟ بنسميها الايرادات. ما احنا قلنا ان الايرادات تزيد من حقوق الملكية، المصروفات تنقص من حقوق الملكية. طيب لو جمعنا الاثنين هنلاقي هنا مجموع دي 860,000، هنلاقي مجموع دي 860,000. يبقى معنى كده ان كل ما حدث هو زيادة في بند، هنا بند في جانب الاصول اللي هو 20,000، وهنا زيادة في جانب حقوق الملكية بند برضو ب 20,000. طيب المعادلة ما زالت متزنة، ان الاصول اهي تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. يبقى ان عندي المعادلة ما زالت متزنة، النقدية في الصندوق بقت 120,000، البنك 330،
الاساس 60، المباني 100، الالات والعدد 250، يعني مجموعهم 860000. تمام الحال؟ هنا برضو 820 زائد 40 860000، الطرفين متساويين، انا وصلت الى هذه الحاله. يبقى لما انت بتقوم باعمال ما ده شغلك، انا المغسله شغلتها ان هي تغسل. طيب هذه الخدمه تمثل ايه؟ تمثل ايراد لها، والايرادات زي ما قلنا بتؤثر على حقوق الملاك. يبقى انا اخدت الكلام ده نقدا، يبقى النقديه اللي عندي في الصندوق زادت بال 20000، بدل ما هي 100 بقت 120. وفي نفس الوقت الايرادات زادت بهذه القيمه اللي هي 20000، اول ايراد نحققه بعنا عملنا غسيل للفندق. باقي العناصر نزلت زي ما هي، هنلاقي ان برضو المعادله المحاسبيه متزنه. اذا هناك توازن في المعادله المحاسبيه في كل الحالات اللي احنا شفناها مع بعض. تعالوا نبص على الحاله ديت وحلها بقى اهو. اثر العمليه على معادله المحاسبه، هناك زياده في النقديه بالصندوق، والنقديه في الصندوق اصل بقيمه مقدارها 20000 ريال، وكذلك زياده في الايرادات بنفس القيمه والتي تؤثر ايجابا على حقوق الملكيه، يعني هتزود حقوق الملكيه. وبالتالي اهو لما بنعمل القايمه بقى بتاعتنا هنجد ان النقديه في البنك زي ما هي 330000، النقديه في الصندوق بدل ما هي 100 بقت كام؟ 120000، المباني زي ما هي 100000، العدد والالات زي ما هي 250000، الاساس والتجهيزات زي ما هي 60000. هنيجي على الجانب الاخر، خصوم ديون، علينا ديون دائنون من الشخص او الشركه او الجهه اللي ليها هذا الدين في حقنا، هي شركه شمسان. حقوق الملكيه انا اجد عنصرين، راس المال 800000 وايرادات 20000. لو جمعنا الجانب الايمن اللي هو الاصول هنلاقي مجموعه 860000، لو جمعنا الجانب الايسر اللي هو الخصوم وحقوق الملكيه اللي تمثل جانب الالتزامات هنلاقي برضو مجموعهم 860000، وهنا في توازن في معادله المحاسبه. يبقى زي ما احنا شايفين كده جميع العمليات متزنه، فيها توازن بين الاثنين. ماشي الحال؟ طيب دي العمليه السادسه. يبقى جانبي القائمه مالهم؟ متساويه. العمليه السابعه، العمليه السابعه عمليه بسيطه، بيقول لك ايه؟ سددت المنشاه نقدا مبلغ 6000 ريال مقابل مرتبات العمال المستحقه عن الشهر. سددت نقدا، يبقى ايه اللي هينقص ولا هيزيد؟ طالما سددنا دفعنا يبقى النقديه اللي في الصندوق هتنقص 6000. مقابل ايه؟ مقابل مرتبات. مرتبات العمال دي ايه؟ ها؟ مصروفات، مش كده؟ مصروف الرواتب. يبقى عندي احنا قلنا الايرادات تؤثر ايجابا على حقوق الملكيه، والمصروفات تؤثر سلبا على حقوق الملكيه. يبقى معنى ذلك ان العمليه دي اهي ببساطه شديده جدا لو احنا بصينا عليها كده هتلاقي نقص في احد بنود الاصول، تعالوا برضو كده، وتؤثر سلبا على حقوق الملكيه بايه؟ بهذه القيمه. يبقى سددنا، نروح على الهاند اوت بتاعتنا اهي الحاله دي، سداد مصروفات رواتب 6000 ريال نقدا. طالما نقدا يبقى النقديه في الصندوق هتنقص اهي، يبقى هي بدل ما هي 120000 تبقى النقديه في الصندوق 120000 ناقص كام؟ ناقص 6000. ليه؟ لان قال لي نقدا، يبقى 114000. كل الباقي الحساب هتبقى زي ما هو، البنك زي ما هو 330000 زي ما هو بالظبط، الاساس زي ما هي واللي هو كام؟ 60000، المباني زي ما هي اللي هي كام؟ اللي هي 100000، الالات والعدد زي ما هي اللي هي كام؟ 250000. طب وهنا الدائنون زي ما هو 40000. هنيجي لحقوق الملكية، الإيرادات زي ما هي اللي هي 20000، وقلنا إن المصروفات تؤثر سلبا سلبا سلبا، يعني إيه؟ يعني تتحط بالناقص، تتحط بالإيه؟ يبقى 6000 مصروفات رواتب
وهنا 800 رأس المال. جمع الطرفين هتلاقي الطرفين متساويين، ماشي الحال؟ يبقى ديت اللي ايه الاشكال اللي احنا هنشوفها. تعالوا نبص عليها بقى كده بشكل منظم اكتر. يعني احنا ابتدينا نفهم القصه ايه، نقدا يبقى هتاثر على حساب النقديه بالصندوق ويظهر مصروف الرواتب، مصروف الرواتب هيؤثر سلبا على حقوق الملاك. تعالوا نشوف القصه ماشيه ازاي. اهي قدامنا الشكل اهو، احنا اتفقنا مع بعض انه في نقص في احد بنود الاصول اللي هو النقديه 6000 ريال مقابل سداد مصروفات 6000 ريال يؤثر سلبا على حقوق الملكيه. طيب اهو النديه في البنك زي ما هي 330000 اه، لكن ايه اللي هيتاثر؟ شوف اللي انا حاطط لك عليه تحت الخط كده، الصندوق كان فيه 120000 شلنا منه 6000 اللي احنا سددناهم نقدا، يبقى الباقي كام؟ الباقي 114000. المباني 100000، العدد والالات 250000، الاساس والتجهيزات 60000، يبقى المجموع كله كام؟ 854000. تمام الحال؟ يبقى ده القيمة اللي موجودة. طيب هنا هنيجي برضو نفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده، هتلاقيه موجود عندك في هذه الايه؟ في هذه النقطة. اه لو بصينا عليها هنلاقيها نفس القصة اهي. عندي حقوق الملكية اللي هي رأس المال، طبعا هنا في الخصوم زي ما هي 40000 حقوق الملكية. طب نكبرها شوية. حقوق الملكية 800000، الإيرادات 20000، المصروفات 6000، تجمع يبقى المجموع 814000 زائد 40000 يبقى المجموع 854000. يبقى ديت الإيه؟ النقطة اللي إحنا بنتكلم عليها. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للعملية السابعة. تعالوا بينا نشوف العملية الثامنة. طبعا هو هنا بيحكي لي القصة ايه اللي حصل، مرتبات العمال، فبيقول لي من العمليتين بقى اللي احنا الاخرانيتين احنا عملناهم دخلنا فيهم ايه؟ دخلنا فيهم الايرادات والمصروفات. اخر عمليتين ان احنا اشتغلنا عليهم الايرادات والمصروفات، وبالتالي معادلة المحاسبة واحنا كنا اتكلمنا عليها برضه، قلنا ممكن تاخد بقى الصيغة دي ان الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصروفات. الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصروفات. طيب لو نقلنا المصروفات الناحية التانية، ما احنا عارفين كلنا إنه لو حاجة هنا في معادلة هنا في بالسالب، لما نقلها الناحية التانية تروح بالموجب، مش كده؟ يبقى ممكن نعبر عن معادلة المحاسبة بصيغة تانية، أن الأصول زائد المصروفات، لأن المصروفات هنا بالسالب راحت ناحية الأصول بقت بالموجب، تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. أو ممكن نعبر عنها بصورة ثالثة، ما هي الإيرادات ناقص المصروفات هيديني أرباح أو خسارة، مش كده؟ أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية اللي هي عبارة عن إيه؟ رأس المال زائد الأرباح أو ناقص الخسارة. يبقى مرة ثانية علشان من الممكن أجيب لك عدة صيغ لمعادلة المحاسبة واقول لك ايهما اصح واقول لك ايهما ادق، فلازم ابقى عارف انه في اكتر من صيغه وكلهم صحاح، كل الصيغ اللي قدامي دي صحيحه. الصيغه التقليديه الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه، طيب زودنا عليها الايرادات على حقوق الملكيه لانها تتاثر ايجابا بالايرادات وسلبا بالمصروفات، يبقى ممكن نقول المعادله برضو وهي معادله صحيحه أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصروفات. ماشي الحال؟ أو معادلة ثالثة، لو نقلنا المصروفات الناحية الثانية هتتنقل بالموجب. يبقى الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. أو لو إحنا ما هي الإيرادات ناقص المصروفات اللي هي في المعادلة الأولى عبارة عن إيه؟ ربح أو خسارة. يبقى الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، ها؟ وبعدين حقوق الملكية دي مكوناتها ايه؟ رأس المال زائد صافي الربح أو ناقص صافي الخصوم. ماشي الحال؟ يبقى دي برضو من ضمن الإيه؟ الحالات والاحتمالات اللي احنا بنتكلم عليها.
العمليه الثامنه طبعا بقى ايه، يعني هي العمليات متكرره، فاحنا يعني هنتكلم عليهم بقى بصوره اسرع شويه. فبيقول لي فيها ايه العمليه ديت، يقول لك في 18 8 في 18 8 قامت المنشأة بعمليات تنظيف وغسيل لشركة الخزامي مقابل فاتورة 30,000. عمليات تنظيف يبقى بالنسبة لنا تمثل ايه؟ ايرادات. يبقى ال 30,000 دي ايرادات. وقد وعدت شركة الخزامي بتسديد الفاتورة خلال الأشهر القادمة. وعدت، ده وعد شفوي. طالما وعد شفوي يبقى ده يعني خدمة احنا أديناها، يعني حق لينا، يبقى حسابات المدينين أو المدينون، وهتظهر لك عندك لأول مرة حساب اسمه حساب المدينون. مش كده؟ يبقى احنا في هذه الحالة هنلاقي، نكبرها شوية بس عشان تبقى العملية أوضح. أصل العملية إيه؟ إن احنا النهاردة بعنا أو قدمنا خدمة ب 30,000، يبقى في زيادة في الإيرادات ب 30,000. وعدت شركة الخزامي بتسديد الفاتورة خلال الأشهر القادمة، يبقى تمثل حق للمنشأة أو المؤسسة أو المغسلة بتاعتي إن هي تحصل عليه، يبقى ده حق، يبقى مدينون كأحد أنواع الأصول. والإيرادات هتزيد بنفس القيمة. يبقى كل اللي أنت هتعمله في الميزانية بتاعتك إنك هتنشئ أصل جديد اسمه المدينون، اللي هما شركة الخزامي دي هتبقى مدينة لنا، مستحق لنا عندها 30,000 ريال، أحد أنواع الأصول. وهيظهر لك في حقوق الملكية تزود حجم الإيرادات بكام؟ ب 30,000 ريال. فبالتالي الشكل ده لا يظهر لك، انه كل البنود هتنزل زي ما هي، النقديه بالبنك زي ما هي 330,000، النقديه بالصندوق زي ما هي 114,000، اما المدينون اللي هي شركه الخزامي تظهر لك بكام؟ ب 30,000 ريال، 100,000 ريال مباني، 250,000 عدد والات، 60,000 تجهيزات، مجموع 884,000. الدائنون زي ما هي 800,000، راس المال 800، الدائنون 40,000 عفوا زي ما هي، حقوق الملكية رأس المال 800,000، الإيرادات هتزيد بهذه القيمة اللي هي 30,000 وكان عندنا سابقا 20، هتبقى مجموعها 50,000، المصروفات بالسالب 6,000، يبقى 850 ناقص 6 يبقى 844,000. هتجمع طرفي المعادلة هتلاقي أن مجموع طرفي المعادلة 884,000. يعني زي ما احنا شايفين أن كل العمليات دائما ما تحافظ على التوازن الموجود فيها، كل العمليات اللي احنا بنعملها تحافظ على التوازن الموجود فيها. طيب، برضو هناك توازن في جانبي قائمة المركز المالي، لان احنا العملية دي عملناها بشكل محدد وواضح. طبعا بالشكل ده اللي احنا تعرضنا له النهاردة، احنا تعرضنا ل معادلة المحاسبة وازاي هذه المعادلة تفضل متوازنة في كل الحالات، واخدنا مجموعة من الحالات العملية اللي احنا وريناها لكم انه ازاي عقب كل عملية تظل في توازن. التوازن مش معناه ان دائما الرقمين ما بيتحركوش، يعني ابتديت ب 800,000 وهنا الاصول ب 800,000 ورأس المال 800، تتوازن يعني يتساوايا، ممكن تبقى 850,000 يبقى دي 850,000، 750,000 750,000، 720 720، المهم انه طرفي المعادله يتساويا، ده اللي احنا بنقصده في معادله المحاسبه. وبالتالي ابتدينا نشتغل على الميزانيه، الميزانيه هي نفسها المعادله بس بنحطها في صوره اصول في جانب، والخصوم هو الملكيه في جانب اخر، وهي دي اللي احنا هنعتمد عليها في المرات القادمه. بس المقصود من هذه المحاضره او المقصد منها ان انت تتعرف اولا على ازاي البنود المختلفة بتشتغل، النقدية لما بتنقص، نقص للنقدية في البنك لو انا بسحب ببنك، الصندوق بيزيد وينقص ازاي، المدينين بيظهر لي امتى، الايرادات بتتحقق من بيع اصول، من بيع سلعة او تأدية خدمات، طب الديون بتظهر لك امتى، والخصوم والى اخره. فدي كان يعني هي والمحاضرة السابقة ملخصتين، انك انت لازم تذاكر هذه العناصر وتعرف كويس البنود المكونة لكل من الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات اللي احنا اتقالت في المحاضرة السابقة. والمحاضرة ديت طبقنا الكلام ده عمليا، ازاي انا استفيد منه وازاي انا اشتغل عليه وازاي انا احقق منه العناصر المطلوبة،
وفي كل الأحوال تظل معادلة الميزانية ثابتة. مطلوب مننا واجب بسيط جدا انه الحالات الثمانية اللي احنا اخدناها النهاردة مع بعض نشتغلهم ونبدأ نحطهم في الاعتبار، على اعتبار ان دي كل محاضرة لو انت قريت المحاضرة اللي فاتت وذكرتها كويس هتلاقي المحاضرة اللي بعدها اسهل. في البداية هتجد بعض الصعوبة، المصطلحات المحاسبية مختلفة، هل لازم اكون حافظ الاصول والخصوم وحقوق الملكية والايرادات والمصروفات والمكونات والمفاهيم؟ نعم، يمكن هي دي، انا ما بحبش الحفظ، لكن هي المحاضرة الوحيدة اللي انت يجب انك تعرف المكونات لان دي ادواتك اللي هتشتغل بيها طوال الفترة القادمة. تمام، ان شاء الله ده المطلوب مننا من هنا لغاية المحاضرة القادمة، نذاكر هذا الجزء كويس وان شاء الله نتقابل على خير في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.